الربايه الشرف ما تعيش. ايش معناها؟ تعدى بالطعون وهذا شيء عادي جدا، الانسان المترشح للجنة يعدى بالطعون. شفنا اللي تشكيك في النتائج في الهيئه ولا في امكانيه التزوير من خارج الهيئه، هنا فما اون نيونس جاء من الانتخابات الرئاسيه لحد الان. شنو نحب نقولوا احنا الرسائل نتاعنا؟ على تخوف اللي تبدا عمليات التشكيك في النتائج الانتخابات اللي هي مازالت ما صارتش راهو الانتخابات، عنا تخوف اللي التشكيك هذا يبدا مرحله اولى لتبرير عدم القبول بالنتائج نتاع الانتخابات. هذا التخوف الكبير نتاعنا كشبكه مراقبون. لحد الان ما نشوفوا حتى داعي للحديث على تشكيك في العمليه الانتخابيه. العمليه الانتخابيه شفيها في هيئه الانتخابات، احنا نقدناها برشا كمجتمع مدني، خاصة فيما يخص السجل الانتخابي، خاصة فيما يخص الحياد نتاعها، خاصة في الفترة الأولى حياد مكاتب الاقتراع الأعضاء نتاعها، وفيما يخص الهيكلية والعمل نتاعها والأداء نتاعها والشفافية. لكن كي الهيئة خدمة منظمة في الانتخابات التشريعية وخاصة في الانتخابات الرئاسية الأولى، قلنا هذا كي تغلق الهيئة معناها نقولوا بالإشكاليات اللي شفناهم، كي تخدم خدمة باهية نقولوا راهي خدمة صارت باهية. وهذا اللي صار، تحسن كبير برشا في الأداء نتاع الهيئة على كافة المستويات بالنسبة للدورة الأولى نتاع الانتخابات التشريعية، من التشريعية للرئاسية الدورة الأولى. علاش ما نقبلوش من الآن التشكيك في النتائج نتاع الانتخابات اللي باش تجي؟ لأنه ما فماش مؤشرات تقول على التشكيك على الشخص نتاع المنافسه، معناها ما فماش حديث كبير على المترشح المرزوقي. والهيئة تقريبا كيف كيف ما تجبدتش، ولكن نجد حضور كبير معناها الحاجة اسمها نداء تونس. كي نحكيو على ترشح نتاع الباجي أي السبسي، ما فماش حديث كبير على التزوير ولا على إمكانيات التزوير. خدينا نفس الشيء بعد المترشح الأول المترشح الثاني، خدينا كلمة تونس الرئاسية تشكيك، تشكيك في النتائج ولا التشكيك. نحن ثلاثة مستويات من التشكيك، تشكيك في المترشح، تشكيك في المترشح شنو وضعه الصحي وغيرها والتاريخ نتاعه وكذا، تشكيك في المسار الانتخابي، المسار الانتخابي نحكي من بداية الهيئة من أحداثها من القانون الانتخابي من الأعضاء نتاع الهيئة من الأعضاء على مستوى معناه الليزمري وكيف كيف في الانتخابات بينها. من فئات خارج اللعبة السياسية لكن أيضا من أطراف سياسية وحتى من المجتمع المدني، النقد نتاع منظمات المجتمع المدني للهيئة للسجل الانتخابي وغيره. والتشكيك في هيئة الانتخابات هو هذا السلايد الجاي باش نشوفوه، حابين نشوفوا اش قاعد يقول الإنترنت. خرجنا تونس الرئاسية ويشكك، معناها استعملنا فعل هنا لي زوتي اللي نخدموا بهم ونفرقوا كي نرجعوا للي قبلها نلقاو تونس الرئاسية والتشكيك. هنا يشككوا، خاطر التشكيك معناها نجم تكون ناس ضد التشكيك، ولكن كي نقولوا يشككوا معناها استعملنا هنا فعل تعطينا نقطة بليك. هذا اللي شفنا. نشوفوا هنا طب كي اللي حكينا على أول وهنا نقولوا راه التشكيك الكبير جاي إلا من عند المرزوقي. حسب ما ندخلوا أكثر في الديتاي نلقاو التشكيك في الانتخابات.